زينب وصات قبرها تستشعر يتيمها دار الزمن عليها قل اللي باقي يمها زينب وصات قبرها تستشعر يتيمها دار الزمن عليها قل اللي باقي يمها باقي صداه صوته اللي وقف شتمها في الصبر وفي الرزايا زادت ترى علمها زادت ترى صوت العقيلة مخفي ما ينسمع علمها لله بألم دعينا نوصل إلى حرمها لله بألم دعينا نوصل إلى زينب وصات قبرها تستشعر يتيمها دار الزمن عليها قل اللي باقي يمها باقي صداه صوته اللي وقف شتمها في الصبر وفي الرزايا زادت ترى علمها صوت العقيلة مخفي ما ينسمع علمها صوت العقيلة مخفي ما ينسمع علمها لله بألم دعينا نوصل إلى حرمها لله بألم دعينا نوصل يا الله حملتني الغيمة شفت الحرام خيمة يا ويلي داخلها مرة فيها شكثر هيبة بس عدها اي مصيبة لكن كأنها محاصرة حملتني الغيمة شفت الحرام خيمة يا ولي داخلها مرة فيها شكثر هيبة بس عدها اي مصيبة لكن كأنها محاصرة بنت النبي طه من غلي آذاها من جيش أمية وعسكرة فيها الحزن بادي بالحسرة يتنادي وينك يا سابع القنطرة وينك يا حملتني الغيمة شفت الحرام خيمة حملتني الغيمة شفت الحرام غيمة يا ويلي
كلها مرة فيها الشكثر هيبة بس عدها مصيبة لكن كأنها محاصرة بنت النبي طه منه اللي آذاها من جيش أمية وعسكرة فيها الحزن بادي بالحسرة يتنادي وينك يا سبع القنطرة بنت النبي طه منه اللي آذاها بنت النبي طه منه اللي آذاها من جيش أمية وعسكرة فيها الحزن بادي بالحسرة يتنادي وينك يا سبع القنطرة وينك بنت النبي طه منه اللي آذاها بنت النبي طه منه اللي آذاها من جيش أمية وعسكرة فيها الحزن بادي بالحسرة يتنادي وينك يا سبع القنطرة حملتني الغامة مثل الحرام خيمة حملتني الغيمة شفت الحرام خيمة يا ولي داخلها مرة فيها شكثر هيبة بس عدها مصيبة لكن كأنها محاصرة بنت النبي طه منه اللي آذاها من جيش أمية وعسكرة فيها الحزن بادي بالحسرة يتنادي وينك يا سبع القنطرة وينك وينك يا سبع حس اللي جاي يزور هال الحرام من نور حس اللي جاي يزور هال الحرام من نور من وصل الشام ابتدى نوح يدعي هذا الملك يستقبله هذا ينعي يسمع إلي الزهرة ندى يا ضلعي والدمعة راحت تسبق طوف وتسعي تبدأ مراسم العزة والزيارة باسم عباس طاره سوي المعجزة لما يقرأ اسم عباس تبدأ مراسم العزة والزيارة باسم عباس طاره سوي المعجزة لما يقرأ اسم والزاير الله يعين لو جاب طار حسين صوت النعي لا يرفع في المصيبة لا يفصل مصرعة لا يجيب من تراها بت علي واي قريبة عاشت بعد موت الأخو دار كئيبة صوت النعي لا يرفع في المصيبة لا يفصل مصرعة لا يجيب من تراها بت علي واي قريبة عاشت بعد موت الأخو دار كئيبة لا يقرأ شي عن كربلة في حرمها هالعقيلة وعليها لا يقول أسئلة زيد لمها هالعقيلة لا يقرأ شي عن كربلة في حرمها هالعقيلة وعليها لا يقول أسئلة زيد
جلمها هالعقيلة حس اللي جاه يزور هال الحرم من نور حس اللي جاه يزور هال الحرم من نور من وصل الشام بترنوح ويدعي هذا الملك يستقبله وهذا ينعي يسمع إلى الزهراء ندى آية ضلعي والدمعة راحت تسبقه طوف وتنعي تبدأ مراسم العزاء والزيارة باسم عباس طاره سوى المعجزة لما يقرأ اسم عباس تبدأ مراسم العزاء والزيارة اسمع طاره سوى المعجزة لما يقرأ والزاير الله يعين لو جاب طار حسين صوت النعي لا يرفع في المصيبة لا يفصل مصرع ولا يجيبه صوت النعي لا يرفع في المصيبة لا يفصل مصرع ولا يجيبه من تراها بتعلي واي قريبة عاشت بعد موت الأخو دار كئيبة لا يقرأ شيء عن كربلة في حرمها هالعقيلة وعليها لا يقول أسئلة زيد لمها هالعقيلة لا يقرأ شيء عن كربلة في حرمها هالعقيلة وعليها لا يقول أسئلة زيد لمها هالعقيلة ضريح العقيلة بعد حزنا والآه ضيمة عسى الله يعود إلى ذكرياته القديمة السلام والتحية إلى سيدتنا العظيمة زيارة زينب الكبرى شموخ يزيدك وقوة حرمها اللي احتوى هبة يصنف عندنا ثروة وإذا نقرأ في سيرتها درس تعطينا في البلوى رغم كل ما جرى عليها ولا تخلت عن التقوى ضريح العقيلة بعد حزنا والآه ضيمة عسى الله يعود إلى ذكرياته القديمة سلام وتحية إلى سيدتنا العظيمة زيارة زينب الكبرى شموخ يزيدك وقوة حرمها اللي احتوى هبة يصنف عندنا ثروة وإذا نقرأ في سيرتها درس تعطينا في البلوى رغم كل ما جرى عليها ولا تخلت عن التقوى.